وقال ربكم ادعوني استجب لكم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. حمد الحامدين، حمد الشاكرين، حمد الصابرين، حمد يوافي نعمه ويكافي ومزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم طول عمرنا، وأصلح أجسادنا، ونور قلوبنا، وثبت إيماننا، وأحسن أعمالنا، واصلح أرزاقنا. يا الله يا تuhan kami، panjangkanlah umur kami، sihatkanlah tubuh badan kami، terangilah hati kami، perteguhkanlah iman kami، pertingkatkanlah amalan kami، serta luaskanlah rezeki kami. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 يا الله، آمين يا رحمن، آمين يا رحيم. اللهم بارك صاحب هذا الطعام، وارزقه وأهله من الحلال، ودعه عن الحرام، أتمتهم وتقبل ضيافتهم، وجعلهم وجعلنا من المؤمنين المسلمين الصالحين القانتين المتقين في حياتهم وفي حياتنا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، وقنا عذاب النار. بسم الله على بركة الله وعلى ملة سيدنا رسول الله. بسم الله الذي لا يدور ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، هو السميع العليم. ربنا تقبل منا دعانا وطعامنا وشرابنا وزيارتنا وبرأنا وعيدنا وشوالنا، إنك السميع العليم. تب علينا يا مولانا إنك التواب الرحيم. دعوانا فيها سبحانك اللهم اهدنا فيها سلام، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم.